السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا محاضرة ضمن برنامج سوات اللي هو إضافة البوينت سورس. احنا تقريبا ما شرحنا عن هذا الموضوع. البوينت سورس، البوينت سورس شنو؟ انه اني عندي نقطة رافد معين، ينبوع من مياه جوفية، ذوبان، نهر جليدي، anything يغذي النهر الرئيسي اللي خاص بيه. فأنا شلون اجي حتى افعل هنا؟ المفروض انا من الووتر شيد ديلينيشن اسوي، فمن اروح على الووتر شيد ديلينيشن تكمل شو يقول لي؟ يقول لي ضيف، يعني خلي اطلع لك اياها افضل. Stop editing. Do you want to save? No. لاحظ عيني هسه اني من البدايه اريد هنا حتى افعل، بعد اضيف يعني بيانات البوينت سورس. بوينت سورس ديسشارج، انا بالنسبه لمنطقه دراستي هذا حوض نهر الفرات عندي بي بوينت سورس. هسه احد راح يسالني، بالاضافه للسدود المقاومه على نهر السد نمذجناها، عندي البوينت سورس، هاي الروافد. خلي اكبر لكم الصوره، انا دا اكبر لك على الكيس السدي مالتي حتى انت نوعا ما هم تصير عندك فكره. لاحظ انا عندي هسه عدد من الروافد الصب بالنهر الرئيسي، رافد البليخ، رافد الخابور، رافد سرجار. بالنسبه الى يعني هاي الروافد، وهاي خاصه الروافد البليخ والخابور قريبات بالنسبه للعراق بشكل رئيسي جدا، فهاي لهم تصاريف يطلقوهن بالنهر، فهاي تاثر، فهاي اقدر من شو اسوي حتى اضيفهن للنهر؟ اضيفهن كبوينت سورس. تمام، راح اجي انمذجهن اضيفهن كبوينت سورس وين؟ على النهر الرئيسي. طيب شلون دكتوره اضيفهن كبوينت سورس؟ بتروح ترجع للبرنامج الرئيسي مالتك، ما تقدر من النهر اساسا تضيفهن، المفروض من الووتر شيد ديلينيشن تفعلهن، من الووتر شيد ديلينيشن. فترجع للووتر شيد ديلينيشن تقول له هنا اد بوينت سورس، بنت هنا تضغط على هاي تقول له ارسم لي اياها مانوالي، انت ترسمها. اوكي راح نجي هسه تتفعل. انا وين عندي؟ عندي هنا وحده على البليخ، هاي صارت لك باللون الاحمر. نجي ثانيه وين؟ على الخابور. هسه انا كم نقطه حددت؟ 2. لاحظ التحديد دا يبين لك اياه باللون الاحمر، وعندي وحده على السرجار، هاي 3. تمام، بالنسبه لمنطقه دراستي هذول من هسه فعلتهم بينتهم. هسه لهنا انا شو اقول له؟ اختار اقول له ستوب اديتنج، دو يو وانت تو سيف؟ نعم اريد احفظهم، حفظ لي اياهم. لاحظ ان النقاط اذا بينن امامك او لا، يعني ما اعرف اذا تشوفهن حضرتك. شوف هسه راح اكبرهن، شوف هاي النقاط الثلاثه اللي سوالك اياها، هاي شنو؟ هاي النقاط هاي عباره عن بوينت سورس، نقاط تصاريف تصب النهر الرئيسي اللي اقصده هاي. طيب فهاي ضروري منين؟ من البداية اني افعلهن وانطيهن للبرنامج من الووتر شيد ديلينيشن. لان صراحة هواين سأل الدكتورة انت شرحتي على اضافة الريزفوار والمودلنج اوف ريزفوار المقام على طول يعني منطقة الدراسة اللي هو هذا، لكن ما شرحتي على البوينت سورس. واحنا عندنا بوينت سورس مثلا، مو شرط عندنا ريزفوار على النهر المقام او كذا، يعني عندي رافد يصب النهر الرئيسي او يصب الووتر شيد مالتي، شلون انا انمذج البوينت سورس؟ فصراحه حبيت ابينها لكم. تمام عيني، فهسه هذا البوينت سورس ضفته من هنا، ارجع طبيعي اكمل الووتر شيد ديلينيشن اللي خاص بي اللي هو بيني الهول ووتر شيد اوتلت. هسه اوكي يقول لي حدد نقطه، هاي بالمناسبه هاي التكمله مثل ما نقول خاصه بال مثل يعني خاصه بال باكمال الووتر شيد ديلينيشن، يعني ما لك علاقه انت بها، اهم شيء تعرف شلون تضيف البوينت سورس. ايش راح اسمي عنوان هذا البحث هذا الفيديو؟ اسميه هاو تو سيلكت البوينت سورس يعني ات ووتر شيد ديلينيشن. بعدين ان شاء الله راح اجي اسوي لكم فيديو ثاني عن المودلنج اوف بوينت سورس. تمام عيني، هسه عرفت انه انت ضروري تحدد البوينت سورس الخاص بيك وين؟ وين تحدده؟ تحدده بالووتر شيد ديلينيشن، تروح ترجع وتضيفها مانيوالي اللي هي رسم، تقدر تمسحها تقدر تضيفها. فانت هسه ضفتها، احنا عرفنا شلون نضيفها. ان شاء الله يكون هذا الفيديو واضح لكم اللي هو هاو تو اد البوينت سورس ات مين كورس ريفر ديورنج الووتر شيد ديلينيشن. تمام عيني، اذا عندكم سؤال او استفسار بخصوص هذا الموضوع، بالمناسبه تضيفها ورا ما تكمل هاي الخطوات، تضيف الدم، تسوي لها الماسك، تحلل الدم بيست حتى يبين لك الفلو دايركشن اكوموليشن،
وكذلك تسوي كرييت للستريم اند اوتلت. بعد ذلك تضيف البوينت سورس. ورا ما تضيف البوينت سورس تروح تسوي تحليل للجابيه الخاصه بك، راح يسوي لك تحليل كامل لمستجمعات المياه، تمام؟ يحلل لك مستجمعات المياه بالكامل. ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحه. اذا عندك سؤال او استفسار بخصوص هذا الموضوع تقدر تراسلنا على القناه او تضيف ايميل، وان شاء الله راح اسوي لكم فيديو ثاني شلون راح تمودل تنمذج هاي البوينت سورس. الموديلنج اوف بوينت سورس حاليا هاو تو اد البوينت سورس ان مين كورس ديورنج الووتر شيد ديلينيشن. التقيكم ان شاء الله بفيديو اخر. لا تنسون دعمنا بالقناه بمشاركه زملائكم الباحثين. التقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه. لاحظ هنا أنا بس حبيت أنوه لك شيء قبل ما ننهي الفيديو. لاحظ هنا أنا عندك ثلاث خيارات بالأدت منوالي. إذا تنتبه لأن هاي الخيارات هنا ثلاثة، أما تقدر تضيف. وبالمناسبة إذا عندك عدد من البوينت سورس ومحدد شرط البوينت سورس مالتك محدد، تقدر لاحظ مثلا يعني البوينت سورس ثلاثة، يعني تقدر تضيف هنا تقول إن البوينت سورس على منطقة تقدر أصلا بالشرح مال منطقة الدراسة تقدر تضيفه. شلون يعني؟ لاحظ هسه اني مو اني مثلا سويت التمثيل الكامل مثلا للمحطات والهيدرولوجيكال ستيشن، ايضا اروح اسوي لاتيتيود واللانجيتيود مال هذين المحطات بسهوله، تقدر انه تستفاد من عندهن وتخرجهن، وهذا الشيء راح يكون كلش يعني شيء بيرفكت يفيدك بمنطقه دراستك. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلون ان شاء الله على هذا الموضوع. يعني ضروري لما تسوي بحثك تضيف البوينت سورس اللي هن الروافد، او شنو يعني انا بالنسبه لي عندي كروافد، فراح اضيفهم ضمن منطقه الدراسه، اسوي لهم جدول تيبل خاص بهم، واضيف اللاتيتيود واللانجيتيود اللي خاص بهم. ان شاء الله تكون هاي الامور واضحه امامكم، انا حبيت انوه عليها، وبدا تنتبهون دا ادقق بالشرح حتى تكون يعني مفصله، ما ترجع الى شيء ثاني تدور بعده. دمتم بامان الله وحفظه.